بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة. زره ولو كنت بعيدا. قد تجد بعض الناس عندما تسأله هل تزور الحسين عليه السلام أو لا، يتحجج لك بأنه داره بعيدة عن موضع قبر الحسين عليه السلام، يسكن في مدينة بعيدة عن كربلاء، فبالتالي هو لا يأتي دائما إلى زيارة الحسين عليه السلام متعذرا بهذا العذر بأن داره بعيدة عن كربلاء وداره بعيدة عن الإمام الحسين عليه السلام. الروايات الشريفة نهت عن هذا الأمر وحثت المؤمن بأن يزور الحسين عليه السلام ولو كان في مكان بعيد، مكان نائن عن الحسين عليه السلام. يجب عليه أن يكون زائراً للحسين عليه السلام ولو في فترات، ولو في مدة بين حين وبين آخر. وسنأتي ونبين بأنه كلما كانت دار الإنسان أقرب للحسين عليه السلام، أقرب إلى كربلاء، كلما كانت الزيارة أوجب عليه، وكلما كان يجب عليه أن يكرر وأن يكثر من الزيارة. هذا الأمر متروك للإنسان، هو الذي يحدد بأنه كم يستطيع بأن يأتي إلى زيارة الحسين، ولكن يجب عليه أن لا يجعل في ذلك كسلاً ولا تهاوناً ولا يجعل في ذلك جفاءً للحسين عليه السلام. لا، يجب أن يكون جاداً في هذا الأمر، جاداً في قصده للزيارة والحضور ببدنه عند قبر الحسين عليه السلام. سوف أنقل لكم بعض الأمثلة على ذلك، ويترك باقي الأمر إلى تحديد الإنسان، هو الذي يحدد من هذا الأمر، هو الذي يحدد واجبه الشرعي تجاه الحسين سلام الله عليه. لاحظوا هذه الرواية الأولى وردت عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لهذا الراوي، قال له كم بينك وبين قبر الحسين عليه السلام، يسأله عن المسافة. قلت يوم للراكب ويوم وبعض يوم للماشي. يعني إذا أردنا أن نقرب المثال آنذاك، هو طبعا كانت الدواب هي التي تستخدم في النقل، ولكن إذا أردنا أن نقرب المثال لهذا اليوم، قد يكون أنه يوم للراكب آنذاك، قد يكون مثلا نصف يوم في السيارة في هذا اليوم، أو مثلا لنقل مثلا 6 ساعات، 7 ساعات، 5 ساعات. هذا الأمر قد لا يكون بالدقة، قد يكون شيء تقريبي. ويوم وبعض يوم للماشي. قال أفتأتيه كل جمعة؟ لاحظ الإمام الباقر عليه السلام، هذه مسافة لم تكن مسافة قريبة جدا آنذاك. نعم، مسافة قد تكون بعيدة شيئا ما، وقد يكون فيها جهد، يكون فيها عناء، يكون فيها بعض المخاطر للإنسان المسافر، ولكن الإمام الباقر عليه السلام لم يجعل له عذرا. لاحظوا المدة التي أعطاها لهذا الشخص، قال أفتأتيه كل جمعة؟ يعني بالأسبوع تأتي الحسين عليه السلام مرة واحدة؟ قلت لا، ما آتيه إلا في حين، يعني قد يكون بعض عدة أسابيع تمضي علي، قد يكون عدة أشهر تمضي علي وأنا لم أتي إلى زيارة الحسين عليه السلام. قال ما أشفاكم، يعني كم أنتم مجافين للحسين عليه السلام، قاطعين للحسين سلام الله عليه. هذه من إحدى العبارات الشديدة التي استخدمها الإمام الباقر عليه السلام، ما أشفاكم، أما لو كان قريبا منا لاتخذناه هجرة. لو كانت هذه المسافة التي أنتم عليها، نحن كنا عند الحسين سلام الله عليه بهذه المسافة، لاتخذناه هجرة. يعني ماذا هجرة؟ يعني كنا نروح ونغدو على سيد الشهداء عليه السلام، لم نكن نضع هذا الأمر كما أنتم لا تعيرون له أهمية، وكما أنتم جفوتم بالحسين عليه السلام، لا، نجعله هجرة. كذلك في مورد آخر أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام، قال لأحد الرواة كم بينكم وبين قبر الحسين عليه السلام؟ قلت 16 فرسخا. 16 فرسخ، الفرسخ
قد يكون مقاربا لخمس كيلوات ونصف في يومنا الحاضر. يعني مجموع الستة عشر فرسخ يكون تقريبا 88 كيلو متر في مقاييسنا الحالية. يعني قد تكون المسافة بين النجف وكربلاء وأبعد قليلا من النجف، هذه المسافة التي كانت تبعد هذا الراوي بينه وبين قبر الحسين سلام الله عليه. قال: أو ما تأتونه؟ قلت: لا. لماذا لا؟ لأنه يعتبر أن هذه المسافة بعيدة. قال: ما أجفاكم، أنت تعتقد بأن الحسين سلام الله عليه هو إمامك وأنت يجب عليك أن تصل رحم النبي، والحسين عليه السلام من أرحام رسول الله صلى الله عليه وآله، وحقه واجب على كل مسلم وكل مؤمن، فلماذا أنتم تجفون الحسين سلام الله عليه؟ هل تجعلون بعد المسافة مانعا عذرا من أن تجفوا الحسين سلام الله عليه؟ المؤمن يجب عليه أن لا يتعذر بهكذا أعذار، يجب أن يغسل الحسين سلام الله عليه. وأنتم تلاحظون العديد من الشواهد، العديد من المؤمنين، الكثير منهم في كل ليلة جمعة يحضر من محافظات بعيدة قد تكون على كربلاء، يأتي ويحضر في المناسبات، يحضر قد يكون في الأسبوع يحضر مرتين أو ثلاثة وهو يسكن في منطقة بعيدة عن كربلاء. فبعد المسافة ليس عذرا عند أهل البيت سلام الله عليه. كذلك في رواية أخرى عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فدخل عليه رجل فسلم عليه وجلس، فقال أبو جعفر عليه السلام: من أي البلدان أنت؟ قال: فقال له الرجل: أنا رجل من أهل الكوفة وأنا لك محب موالي. فقال له أبو جعفر عليه السلام: لاحظوا هذه إشارة إلى أنه ما هي علامة المحب الموالي، سأله هذا السؤال حتى يتبين هل أنه هو محب وموالي حقيقة أو لا. فقال له أبو جعفر عليه السلام: أفتزور قبر الحسين عليه السلام في كل جمعة، يعني في كل أسبوع؟ قال: لا. قال: ففي كل شهر؟ قال: لا. قال: ففي كل سنة؟ قال: لا، مع أنه من أهل الكوفة. فقال له أبو جعفر عليه السلام: إنك لمحروم من الخير، هذا الخير، هذا أصل الخير الذي جعله الله سبحانه وتعالى في زيارة الحسين عليه السلام، إنك لمحروم، هذا لام التأكيد، لام التأكيد على الحرمان، لمحروم من الخير، مع أنه من أهل الكوفة، والكوفة ليست ببعيدة عن كربلاء المقدسة، ولكن هذا شخص حتى في السنة لا يزور الحسين سلام الله عليه، متحججا ببعد المسافة. الإمام الباقر عليه السلام أجابه بهذا الجواب: إنك لمحروم من الخير. كما قلنا، كلما كانت المسافة أقرب كلما كانت الزيارة أوجب، كلما كان التكرار أكثر. لاحظوا مثلا هذه الرواية عن سدير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سدير، تزور قبر الحسين عليه السلام في كل يوم؟ لاحظوا هؤلاء الأشخاص الذين مر ذكرهم، الإمام الباقر عليه السلام كان يقول لهم: هل تزور الحسين في كل جمعة في كل أسبوع؟ ولكن لسدير قال: في كل يوم. هذا قد يكون من أحد الإشارات على أن سدير كان يسكن في منطقة قريبة من الحسين عليه السلام. قلت: لا. قال: ما أشفاكم. لاحظوا أيضا الإمام الصادق سلام الله عليه أشار إلى هذا الأمر، بأنه الزيارة للإنسان القريب من قبر الحسين سلام الله عليه تجب عليه في كل يوم. هذا حث وتعليم من أهل البيت عليهم السلام على جميع الساكنين في كربلاء المقدسة، الساكنين قرب مدينة كربلاء المقدسة، الساكنين قرب الحرم الشريف للحسين سلام الله عليه، بأنك يجب عليك في كل يوم أن تزور الحسين سلام الله عليه، إن كنت بعيدا في كل جمعة، إن كنت بعيدا أكثر في كل شهر، وهكذا. ولكن نحن ذكرنا بعض الأمثلة على ذلك، والتي تبين بأن الإنسان المؤمن، خلاصة الكلام هي هذه، بأنه يجب عليه أن لا يتعذر ببعد المسافة، ببعد الدار، ببعد المدينة عن قبر الحسين سلام الله عليه، ويتحجج بذلك، ولا يأتي قبر الحسين عليه السلام متعذرا بهذا العذر. جعلنا الله وإياكم من المواظبين على زيارة الحسين عليه السلام في كل وقت وفي كل حين،
وجعلنا الله وإياكم من الذين يحشرون معه في الآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.